لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يا نور الهلال، يا من طالت غيبته عنا قد خربت أيام المصالحة، يا من دامت خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرابحة. من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح، من لم يقرب فيه من مولاه فهو على بعده لا يبرح. عباد الله، سوف تهب على القلوب نفحة من نفحات نسيم القرب، ويسعى سمسار المواعظ للمهجورين في الصلح، وتصل البشارة للمذنبين بالعفو، وللمنقطعين بالوصل، وللمستوجبين النار بالعتق. إذا سلسل الشيطان في شهر رمضان وخمدت نيران الشهوات بالصيام، انعزل سلطان الهوى وصارت الدولة لحاكم العقل بالعدل، فلم يبق للعاصي عذر. يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي، يا شموس التقوى والإيمان اطلعي، يا صحائف أعمال الصائمين ارتفعي، يا عيون المجتهدين لا تهجعي، يا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعي، يا أرض الهوى ابلعي ماءك، ويا سماء النفوس أقلعي، يا همم العارفين ارتعي، يا قلوب المحبين بغير الله لا تقنعي. قد مدت في شهر رمضان موائد الإنعام للصوام، فما منكم إلا من دعي، يا قومنا أجيبوا داعي الله، فطوبى لمن أجاب فأصاب، وويل لمن صد عن الباب وما دعي. ونحن ننتظر قدوم هذا الضيف الكريم المبارك الذي يملأ بيوتنا خيرا ورزقا وبركة، ويملأ قلوبنا حبورا وسرورا وطاعة وقرآنا وصلاة وصياما. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان. نقول ينبغي علينا أن نعرف قدر هذا الضيف الذي يقدم علينا حتى نقوم بحقه، فكثير من الناس يستهينون به ولا يعرفون قدره ويضيعون حياتهم، وقد يكون هذا آخر فرصة بالنسبة لهم وآخر رمضان يمر عليهم. أتترك من تحب وأنت جار، وتطلبهم وقد بعد المزار، وتبكي بعد نائيهم اشتياقا، وتسأل في المنازل أين ساروا، تركت سؤالهم وهم حضور، وترجو أن تخبرك الديار، فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومتكمدا فليس لك اعتذار. كان السلف يعرفون قدر رمضان، وكانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. وكان من دعاء بعضهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم إلي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. فنسأل الله تعالى أن يسلمنا إلى رمضان، وأن يسلم إلينا رمضان، وأن يتقبله يعني منا متقبلا. ونتصور لو أننا نستقبل هذا الضيف وقد أقمنا شادرا عظيما، واجتمع الناس ينتظرون قدوم هذا الضيف الذي له شرف وله مكانة وله منزلة في قلوبهم، يشتاقون إليه ويطرق ديارهم، وسريعا يرحل عنهم وقلوبهم كلها أسى لفراقه، وينتظرونه من العام إلى العام. فما هي اللافتات التي ينبغي أن تعلق يعني في هذا الشادر ونحن نستقبل هذا الضيف الكريم؟ لا شك أن أول لافتة تعلق ويكتب عليها بالخط البارز الواضح: رمضان شهر الصيام، فله خصوصية بهذه العبادة، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولافتة أخرى يكتب عليها: رمضان شهر الخيام، فكما سن لنا، كما أوجب الله عز وجل علينا صيام رمضان، سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
قيامه ورتب على القيام ما رتب على الصيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الضيف يحب الصيام ويحب القيام أيضا، شهر رمضان وشهر القرآن، فينبغي أن تعلق هذه اليافطة الكبيرة أيضا، يكتب عليها شهر رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فله خصوصية بالقرآن، فنزل القرآن في شهر رمضان. وكان السلف إذا دخل رمضان تركوا الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبلون على قراءة القرآن من المصحف. رمضان هو شهر الجود وشهر الكرم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. تذكروا عباد الله الذين كانوا معنا في السنين الماضية وقد رحلوا يعني عنا وهم الآن تحت أطباق الثرى، سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت لي: أناخ القوم أياما وقد رحلوا، فقلت: فأين أطلبهم وأي منازل نزلوا؟ فقالت: بالقبور، وقد لقوا والله ما فعلوا، أناس غرهم أمل فبادرهم به الأجل، فنوا وبقى على الأيام ما قالوا وما فعلوا، وأثبت في صحائفهم قبيح الفعل والزلل، نداما في قبورهم نداما في قبورهم، وما يغني وقد حصلوا، أين من كانت الألسن تهذي بهم لتهذي بهم، وصارت فلك الاختبار تجري بهم لتجري بهم، أقامت قيامتهم منادي الرحيل، فصاروا في القبور وحدانا لا أنيس لغريبهم، أين أهل الوداد الصافي في التصافي، أين الفصيح الذي إذا شاء أنشأ في القول الصافي، أين قصورهم التي تضمنتها مدايح الشعراء، صار ذكر القوي في القوافي، لقد نادى الموت أصحاب العوالي والقصور العوالي الطوافي. فنسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يجعل قدوم رمضان على المسلمين قدوم خير وبركة وعز ونصر ورفعة، ونسأله تعالى أن يفرج كرب إخواننا في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي مصر وفي كل مكان. نسأله تعالى أن يجعل قدوم هذا الشهر قدوم نصر، فشهر رمضان هو شهر الجهاد وشهر انتصارات الإسلامية، فقد انتصر المسلمون في رمضان أعظم انتصارين في الإسلام، غزوة بدر الكبرى وفتح مكة، فكان هذا في رمضان. فنسأل الله تعالى ألا يحرم المسلمين من انتصارات في رمضان، وأن يكبت أعداءهم وأن يذل أعداء الإسلام وأن يهلك الطواغيت في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.